أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج صدى الأقلام، نرصد فيها أبرز ما كتبت الأقلام في الصحف العراقية والعربية والعالمية، ولكن بعد جولة في أهم العناوين. في الأعراب اللندنية، آمال العباد لولاية ثانية تتضاءل بسبب الالتزام بالعقوبات الأمريكية على إيران. في المدى، مطابقة نتائج الانتخابات تحرج سياسيين، اتهموا المفوضية المجمدة بالتزوير. في الزمان، مفوضية الانتخابات تحدد موعدا للطعن بنتائج العد والفرز اليدوي. في العرب الجديد، النظام السوري وروسيا يمهدان لمعركة الشمال باستهداف المدنيين. في القدس العربي، مقتل 4 رجال أمن أردنيين وإصابة 21 شخصا خلال مداهمة أمنية في السلطة. في موقع الخليج أونلاين، أردوغان يقول إن إجراءات واشنطن ضد بلاده ستدفعنا للبحث عن حلفاء جدد. وختاماً مع الحياة، وتقول صدامات في ملعب إيراني ومشجعون يعدون النظام صهيونياً. ومن زاوية العناوين إلى زاوية المقالات، والبداية مع استهلالية هذا المقال، وجاء فيه: مع بدء العقوبات الأمريكية على إيران، كشف قادة أحزاب المنطقة الخضراء النقاب عن وجوههم وليؤكدوا الحقيقة المرة التي ظلوا ينكرونها منذ سنين، وليعترفوا في بيانات رسمية وتصريحات علنية بأنهم طوابير خامسة إيرانية وظيفتها إفقار العراقيين وإثراء الإيرانيين، وليعلنوا إيمانهم بقوة وثبات بأن العراق كان وسيظل مزرعة ملحقة بأملاك الأمة الفارسية، ومن واجب حكامها ومواطنيها كافة أن يلقوا زرعها وضرعها تحت أقدام السيد الإيراني وقت الحاجة، وأن يعينوه على أعدائه وقت الخصام. هذا ما أشار إليه إبراهيم الزبيدي بمقاله المنشور في صحيفة العرب اللندنية. لابد من القول هنا أن من الصعب على أي أحد أن يأخذ مأخذ الجد تصريح حيدر لابادي الذي أعلن فيه أن العراق ملتزم بالعقوبات الأمريكية على إيران حرصا على المصالح العراقية، وذلك لأنه يعرف أكثر من غيره أن تنفيذ الكامل والحازم لأحكام هذه العقوبات من الجانب العراقي مستحيل، وذلك لطول الحدود المشتركة أولا، وثانيا لشطارة حبايب إيران ووكلائها في تجارة التهريب والتزوير والاحتيال. ولكن رغم معرفة أحزاب المعسكر الإيراني بعجز العبادي عن وضع تعهداته موضع التنفيذ، فقد هبت جميعا من رقدتها من كبيرها إلى صغيرها لتشتمه وتسخر منه، ولتذكره أنه ما كان ليجلس على كرسيه المذهب لولا بركات سيده الإيراني ومولاه، ولم يكن هذا ما فعلته أحزاب السلطة وميليشياتها فحسب، بل إن وزارة الخارجية الحكومة التي تعهد رئيسها باحترام العقوبات الأمريكية خرجت عن صمتها وأصدرت بيانا أكدت فيه أن العراق يستحضر مواقف الجارة إيران المشرفة في الوقوف إلى جانبه في الأزمات. ثم توالت بعد بيان إبراهيم الجعفري بيانات المجاهدين الآخرين التي تشتم الولايات المتحدة ورئيسها وترفض عقوباتها الظالمة. الكاتب يتساءل في ختام مقاله: هل هناك بعد هذا كله من سيعترض علينا بعد اليوم ويتهمنا بالتجني على الجارة إيران وعلى أحباب الولي الفقيه، إذا ما قلنا إن عراقنا لم يعد عراقنا وإن العمالة أصبحت علنية وعلى المكشوف؟ لم يشهد العراق دولة عملت على تمزيق هويته الوطنية منذ أن بدأت فكرة الدولة العراقية إلى اليوم مثل دولة ما بعد 2003 إلى اليوم، ولم يشعر العراقيون بالهوان والضعف في معظم مفاصل حياتهم مثل ما يشعرون به اليوم بعد أن أصبحوا خارج التأثير الإقليمي والدولي
طالب عبد العزيز يقول في صحيفة المدى إن العراق لم يعد يحسب أبعد من كونه بئرا كبيرة للنفط، فبيته خراب واقتصاده يعتمد على ما يصدره من النفط ومرهون بأسواقه العالمية، وسلة غذائه كلها من خارج حدوده، بل إن سياساته الداخلية تدار من مكاتب واشنطن وطهران. بعد قيام أمريكا بتنفيذ عقوباتها على إيران وتركيا، يجري الحديث عن مدى تأثير ذلك على السوق العراقية، وبما أن السوق العراقية تعتمد في وجودها على البضاعتين الإيرانية والتركية، لذا ستتأثر بكل تأكيد. ضمن المتوالية هذا سيعمد التجار العراقيين إلى السوق السوداء، وستنشط عمليات تهريب، وسيقوم كارتل الولاء الإيراني بعمل المستحيل لإنقاذ إيران من محنتها، مثلما سيقوم التاجر العراقي بدفع الريشة والإتاوات لكي تمر بضاعته آمنة مطمئنة عبر المنافذ الحكومية الرسمية وغير الرسمية، وبذلك سيضاف إلى طبقة السماسرة والدلالين والعملاء أسماء جديدة. أما إذا قامت أمريكا بعملية عسكرية على إيران، فسيكون العراق المتضرر الأول من ذلك، إذ إن عملاءها فاعلون في الساحة العراقية وهم على استعداد للتفريط بالجنوب العراقي كله بما فيه المقدسات من أجل سلامة دولة ولاية الفقيه، الأمر الذي لا يستبعد من خلاله قيام صراعات مسلحة بين الفريقين، وستضطر أمريكا إلى التدخل، وستقع الحكومة العراقية في ورطة الموقف مع من من هؤلاء، وهكذا سنجني نحن العراقيين ثمار ما أسست له الدولة العراقية من الضعف والهوان والمواقف غير محسومة النتائج. الكاتب يرى أنه إذا ما أرادت الحكومة تجنيب العراقيين ويلات هذه وتلك، فما عليها إلا النأي بنفسها عن دائرة الصراع، فما نحن بمهيئين لمثلها، ولم تعد القضية متعلقة بالعواطف والانتماءات. ما تريد تحقيقه أمريكا سيتحقق، والخرائط الجديدة تفرض علينا مسارا لا قبل لنا به. ليس هناك أي بند في أي قرار دولي يتعلق بالحرب العراقية الإيرانية يخص التعويضات عن تلك الحرب، كما أنه ليس هناك حتى أي تداول رسمي إلى اليوم حول هذا الموضوع. مشرق عباس يقول في صحيفة الحياة إن القرارات الدولية المتعلقة بالحرب ليست سرا ليتم اكتشاف بعضها بين الحين والآخر على يد هذا النائب أو ذلك المسؤول الإيراني، بل هي نصوص معلنة تبدأ بالقرار 517 لعام 1980 وتنتهي بالقرار رقم 685 لعام 1991، حيث أغلق الملف في ذلك التاريخ. هذه المقدمة تحاول توضيح أن ما استندت إليه نائب الرئيس الإيراني معصوم ابتكار، وقبلها النائب محمود صادقي، وهو دعوة الحكومة العراقية إلى دفع تعويضات عن تلك الحرب، يمثل وجهة نظر إيرانية خالصة ولا يمت بصلة إلى أي قرار دولي، كما أنه لا ينتمي إلى أي سياق قانوني مقر، ولا ضرورة لتفسير القرارات الدولية ذات الصلة والتدقيق فيها. لكن من الضروري التدقيق في مناسبة التصريحات الإيرانية الأخيرة التي تأتي في أجواء تجديد الولايات المتحدة العقوبات على إيران وإعلان العراق التزامه بها، مع تأكيده الوقوف مع الشعب الإيراني. يبدو أن الموقف الرسمي العراقي استفز الجانب الإيراني، وربما كان المتوقع أن يقرر العراق تقاسم آثار العقوبات مع إيران، وأن يفلس مصرفه المركزي، أو أن يرفض بيع نفطه تضامنا مع الجيران، لكن ما تجهله نائب الرئيس المحسوبة على الإصلاحيين ليس فقط أن التعويضات حول حرب العراق لم تكن أكثر من دعاية إيرانية داخلية، بل إنها تجهل حقيقة تدخل بلادها في الشأن العراقي بعد عام 2003 ومدياته وآثاره، كما تجهل موقف العراقيين شيعتهم قبل سنتهم من تبعات هذا التدخل والتجربة السياسية الفاشلة والفاسدة التي أنتجتها.
الكاتب يرى أنه لا غرابة في أن الإصلاحيين في إيران أكثر حساسية تجاه العراق من محافظيه الذين يمتلكون أسرار السياسة الإيرانية للسنوات الماضية، فالإصلاحيون مقتنعون تماما بأن ثروة بلادهم يتم تبديدها للدفاع عن العراق ودول أخرى في المنطقة، حتى أن الرئيس السابق أحمدي نجاد انضم إلى طابور المعترضين لولا أنه يفهم جيدا مقدار الأذى الذي لحق بالشعب العراقي جراء التدخل الإيراني، وأن نظرية الدفاع المقدس عن العراق ليست أكثر من خرافة أخرى كخرافة تعويضات الحرب التي يطلق عليها في إيران حرب الدفاع المقدس. جاءت مواد الدستور العراقي عام 2005 الذي شاركت الأحزاب الإسلامية في كتابته بقوة، وكانت اللجنة برئاسة همام حمودي رئيس المجلس الأعلى جاءت صريحة في حق المواطن العراقي بالتظاهر والاحتجاج. رشيد الخيون يقول في موقع ميدل إيست أونلاين إنه خلاف كل هذه المواد وخلاف الديمقراطية التي لم يدعها النظام السابق وادعاها الإسلاميون أو لم يدعها النظام السابق وادعاها الإسلاميون كما يقول وكتبوها في الدستور، اغتيل شباب محتجون واعتقلوا وغيب آخرون بالخطف من قبل الميليشيات التي تهيمن على الشأن الأمني داخل العراق خلال السنوات الماضية. الجديد في الاعتقالات من قبل القوات الأمنية أن المعتقلين يخضعون لامتحان في الشؤون الدينية كأسماء الأئمة الاثني عشر ليس من باب الطرفة، وإنما غدت الثقافة العراقية تقاس بهذه المعلومات. إنما فاجأ الإسلاميين أن هؤلاء الشباب تجاوزوا المطالب من كهرباء وخدمات إلى مراجعة نظام الحكم والعلاقة مع إيران، ولأول مرة خلال 15 عاما يتجرأ شباب البصرة لا غيرها على حرق صور آية الله الخميني. يقول إيهاب نجم المالكي الذي اعتقل وتناوب على تعذيبه الملثمون من قوى الأمن الديني، إنهم امتحنوه بأسماء الأئمة الاثنتي عشر أن يعددهم بالترتيب. كان إيهاب يعتقد أنهم مارسوا ذلك هزلا، وظل غارقا بحيرته أمام هذا الامتحان العجيب الغريب. فما علاقة التظاهر أو الاحتجاج بأسماء الأئمة وأم المهدي؟ لكنه لا يدري أن حكم الأحزاب الدينية مبني على هذه المعلومات، فحسب ثقافتهم من يحفظ أسماء الأئمة عن ظهر قلب، كيف له التآمر على دولة تقدمها الأحزاب والشخصيات الدينية على أنها دولة التمهيد لدولة الإمام المنتظر؟ فالقضية حسب تصورهم لابد أن يكون هذا الاحتجاج مؤامرة واندساسا، وقبل ذلك الجرأة على حرق صور الخميني والهتاف ضد إيران. الكاتب يرى أن المتظاهر الشاب الذي نشر فيديو حديثه عن اعتقاله توصل في تلك اللحظة إلى نتيجة مفادها أن مطالبه بالكهرباء والماء والخدمات لا تمثل شيئاً تجاه بلد مثل العراق، فكانت مطالب عفوية، لكنها أشعرته بأن القضية أكبر والخطب أفدح، فالعراق تحت سلطة الأحزاب الدينية والإشراف الإيراني المباشر سيكون أثراً بعد عين. فقد اكتشف إيهاب أنه أمام جماعة لا شأن لها بالدستور الذي يتفاخرون به ويعدون كل قضية لا تروق لهم أنها مخالفة لبنوده. كان مفاجئاً أن تبادر موسكو إلى وضع ما سمتها خطة لإعادة اللاجئين السوريين إلى ديارهم، إذ لم يعرف عن المسؤولين الروس أي تعاطف ولو بالحد الأدنى واللفظي مع محنة هؤلاء. محمود الرماوي يرى في صحيفة العرب الجديد أنه أمر يثير العجب أن يكون طرف شريك في التسبب بمأساة هؤلاء هو من يتطوع لأداء هذه المهمة، وحتى قبل أن تنتهي العمليات الحربية. بينما تتحدث الأمم المتحدة هذه الأيام عن أعداد مهولة من المدنيين مهددين بالتشريد في حال استهداف إدلب، وبينما لا تكتم موسكو عزمها مع حلفائها من ميليشيات إيران على شن حملة عسكرية على هذه المحافظة، فإنها تنهمك بإعداد ترتيبات لعودة اللاجئين. من حق اللاجئين السوريين العودة إلى بلدهم.
في ظروف آمنة وكريمة، لكن هذه الظروف غير قائمة الآن، وحملهم على العودة أو الضغط عليهم بهذا الاتجاه لا يعني سوى الشروع في فصل جديد من فصول تعريضهم لأفدح الأخطار. هذا في وقت يدرك فيه القاصي والداني أن الحرب لم تضع أوزارها في هذا البلد، ولا يلوح في الأفق حل سياسي من النوع الذي اشتملت عليه قرارات الأمم المتحدة، والبادي بوضوح أن موسكو تستغل السلبية الدولية تجاه الوضع السوري المأساوي، وتسعى إلى ملء هذا الفراغ بإطلاق مبادرات تضمن مصالحها في هذا البلد، وقد وجدت في محنة اللجوء ورقة قابلة للاستخدام السياسي. فمن جهة يمكن الإيحاء للأوروبيين أن في وسع موسكو تحريرهم من عبء اللجوء السوري وتنظيم عودة اللاجئين، وفي مقابل ذلك وبدون أن تتوقف الحرب فإن على أوروبا المساهمة المالية في إعادة الإعمار. وبحسب الكاتب فإن أقل ما يقال في ملامح هذه الخطة أنها تضع العرب أمام الحصان وتتعمد خلط الأوراق، وتقوم على الاستثمار والاتجار السياسي والاقتصادي بمحنة ملايين البشر من دون منحهم أي أمل جدي بالكرامة والأمن والسلام، مع تهديد اللاجئين بوضعهم أمام حملة تشهير جديدة ضدهم إذا ما امتنعوا عن العودة في ظروف لا تسمح لهم أبدا بالعودة. اعتاد العديد من قادة الدول مخاطبة الجمهور الأمريكي عبر صفحات صحيفة نيويورك تايمز بسبب ما لهذه الصحيفة من أثر واسع في الولايات المتحدة الأمريكية، وليس مقال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الصادر في الصحيفة بدعا من المقالات في هذا المضمار. محمد مختار الشنقيطي يقول في موقع الجزيرة نت إن الجديد في مقال إردوغان هو النبرة والمضمون. من حيث النبرة كتب أردوغان مقاله بلغة رجل الدولة القوي الواثق من شعبه المستيقن أن بلاده قادرة على شق خطها الاستراتيجي بعيدا عن الولايات المتحدة. ليس في المقال أي أثر لنبرة التوسل والتسول التي اعتدناها في مقالات قادة الدول التي ينشرونها في الصحف الأمريكية. ومن حيث المضمون جاء المقال فيما يشبه رسالة إنذار وإعذار أخيرة، وربما خطاب وداع أخير للحليف الأمريكي الذي استظلت تركيا بمظلته عقودا مديدة. كما جاء المقال في صيغة إعلان التركي أن البدائل الاستراتيجية وافرة لدى تركيا بعيدا عن الحليف الأمريكي، ويبدو مقال أردوغان خلاصة لتراكم طويل من الحيف الأمريكي في التعامل مع تركيا، وهو فيما يظهر تدشين لمرحلة جديدة في العلاقات بين الطرفين، أهم سماتها سيكون ابتعاد تركيا عن المحور الأمريكي تمهيدا لتحولها إلى دولة المحور في العالم الإسلامي. وكأنما جاء مقال أردوغان تصديقا لتنبؤات فيلسوف السياسة الأمريكي سامويل هنتنغتون الذي لاحظ أن الانبعاث الإسلامي غير شخصية السياسة التركية، وتوقع منذ عقدين من الزمان أن تركيا ستستكمل اكتشاف ذاتها وتعيد تعريف نفسها ثم تبتعد عن الحليف الغربي. الكاتب يرى أن الحرب الاقتصادية الحالية على تركيا وقبلها التواطؤ مع الانقلاب العسكري الفاشل في تركيا عام 2016 يرى أنها مجرد أعراض لآلام انتقال تركيا من التبعية إلى الاستقلال، فتركيا تدعوها مكانتها وتاريخها وثقافتها إلى أن تكون رأساً في العالم الإسلامي لا ذنباً في الغرب، وهذا أمر لن يقبل به الغرب بسهولة. وما ظهر في مقال إردوغان من معالم القطيعة يبدو نتيجة منطقية ومآلاً حتمياً في مسار العلاقات التركية الأمريكية.
في زاوية الأخبار المنوعة اخترنا لكم خبراً عجيباً إلى حد ما، حيث سرق موظف أحد المطارات في سياتل بولاية واشنطن الأمريكية سرق طائرة من دون ركاب وأقلع بها دون إذن من المطار قبل أن تتحطم في جزيرة نائية. وقالت صحيفة البيان الإماراتية إن الموظف البالغ 29 عاماً انطلق بالطائرة المسروقة من مطار سياتل تاكوما بينما كانت تقف في مكان للصيانة بالمطار. وبحسب الشركة التي يعمل بها الموظف فإن سارق الطائرة يعمل وكيلاً للخدمات الأرضية، وهو منصب يتضمن توجيه الطائرات للبوابات والتعامل مع الأمتعة وإزالة الجليد من الطائرات. وقد رفض ربان الطائرة الاستجابة لدعوات متكررة من برج المراقبة بالعودة إلى المطار. وذكرت هيئة إنفاذ القانون أن المعلومات الأولية أشارت إلى أن الطائرة سقطت وقتل الطيار لأنه كان يقوم بأعمال بهلوانية خطيرة أو بسبب الافتقار إلى مهارات الطيران. الآن إلى زاوية الكاريكاتير. ختام صدى الأقلام لهذا اليوم، غدا بحول الله يتجدد لقاؤنا وإياكم بصحبة عدد جديد. إلى اللقاء.